صحيفة الأهرام، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه الحلقة الجديدة من سكرتير التحرير من أهم وأبرز العناوين. غدا عناوين تتعلق بمرور عام على ذكرى 25 يناير، ومن ميدان التحرير هناك عناوين كثيرة جدا على صحيفة الأهرام، منها الحشد لجمعة الكرامة وانقسام حول الاعتصام، أيضا مسيرة بالمحافظات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين والقصاص للشهداء، مبادرة لعقد جلسة برلمانية استثنائية في التحرير بمشاركة الثوار، من العناوين غدا أيضا على صحيفة الأهرام، اعتصامات مفتوحة بالميادين لاستكمال مطالب الثورة وتحقيق أهدافها، محاكمة شعبية بالسويس تطالب بسرعة محاكمة مبارك وأعوانه، السلفيون يشاركون في تأمين الثوار والمنشآت، والإخوان يواصلون احتفالاتهم. من العناوين أيضا غدا على صحيفة الأهرام، مطالبة مجلس الشعب بتطهير مؤسسات الدولة من مفسدي الحياة السياسية، الحكومة تتقدم بطلبات للحصول على الأموال المهربة عقب الأحكام القضائية. وغدا أيضا عنوان يتعلق بالكاتب الكبير لبيب السباعي تحت عنوان وداعا فارس الكلمة. للحديث حول هذه العناوين معي الأستاذ عبد العظيم درويش، مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ عبد العظيم أهلا بك. أهلا بك. دعني أبدأ بأنه البقية في حياتك طبعا، يعني أرى أنك متأثر بشكل كبير بوفاة الكاتب لبيب السباعي، كتبت عنه اليوم وغدا هناك أيضا موضوع يتعلق به، دعنا نبدأ من هنا. تاريخ وعلاقة، أنا قاعد في نفس المكان اللي كنا متجاورين فيه، ابتديت سنة 75 في القاعة ديت، كانت نفس المقعد اللي أنا قاعد عليه دلوقتي، هو كان على شمالي الله يرحمه. لبيب السباعي اللي ما يعرفوش، وما أعتقدش حد ما يعرفوش دلوقتي، إنسان بمعنى الكلمة، أنا شايف إن إحنا نبدأ في بقية الجرايد تاني. طيب دعنا نبدأ من المنشط الرئيسي غدا على صحيفة الأهرام، ما هو؟ احنا طالعين بكرة بالمنشط بأن الحشد لجمعة الكرامة بكرة، وبس في انقسام حوالين بعض مطالب القوى والتيارات السياسية، بتطالب بالاعتصام حتى تحقيق مطالب الثورة، والبعض الآخر بيرفض هذه الاعتصامات وبيؤكد أن الثورة بالفعل يجب أن تستمر ولأنها لم تحقق كامل أهدافها، وإن المسيرات أو المطالبات يجب أن تستمر إلى أن تحقق الثورة كامل مطالبها. هناك اعتصام بالفعل الآن في ميدان التحرير على الرغم من الميدان مفتوح. يعني امبارح التجربة بتؤكد أن بالفعل الناس اللي نزلت سنة 2011 في 25 يناير 2011 كانوا قد كده متحضرين ونبلاء في غضبهم والتعبير عنهم، كرروا نفس السيناريو، كانوا متحضرين بالأمس بالفعل وكانوا غاضبين، أيوة، بس ما كانوش مخربين على عكس ما كنا نتوقع، أنه من الممكن أن يندس بينهم بعض العناصر اللي ممكن أن تؤدي إلى ما يمكن أن نسميه بمحاولة إحداث فتنة بين الشعب وبين قواته المسلحة. نعم. كانوا متحضرين وكانوا غاضبين وكانوا بيهتفوا بضرورة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية وإبعاد المجلس العسكري أو الجيش أو إعادته مرة تانية لثكناته ليمارس دوره الطبيعي بالفعل في محاولة أو طبعا في الدفاع عن حدود مصر في الخارج وفي الداخل. من تابع بالأمس ميدان التحرير سواء كان موجود في ميدان التحرير أو شاهده على وسائل الإعلام المختلفة، كل هذه الأعداد الغفيرة التي ذهبت إلى ميدان التحرير يرى البعض أنها تثبت بأن الميدان والشارع والشعب هو صاحب الشرعية وليس أي جهة أخرى، هل تتفق مع هذا؟ هو يعني بس دعيني، أنا من الممكن أن أنا أتفق بنسبة كبيرة مع هذا، لأن هو الشارع طبعا هو صاحب الشرعية بالفعل، لأن هو اللي بيحدد شكل المستقبل إيه من خلال انتخابات شكلت برلمان أوكل جزء من شرعيته إلى البرلمان، وبذلك فكان هناك نشأت شرعية تشريعية جديدة، شرعية رقابية جديدة بيمثلها البرلمان أيا يكون موقفك من هذا البرلمان وتشكيله، سواء بأغلبية التيارات الإسلامية وأقلية من التيارات الليبرالية. بس نلاحظ أن هو كانت هناك بالفعل
نوع من تغييب أو غياب رموز الثورة من الشباب، وهو ما يعني على نسبة بسيطة للغاية من هؤلاء الطليعة الثورية اللي تمت هي غابت نسبة كبيرة منهم خارج أسوار البرلمان. نعم. ولم يوفقوا في هذه الانتخابات، وهذا يرجع إلى أن كانت هناك تنظيمات، وأعتقد أن يعني الإخوان المسلمين في مقدمتها عمرها 83 عاما كاملة، على الرغم من محاولات التضييق وفرض نوع من الحصار عليها، إلا أنها كانت بتعمل وأكثر تنظيما، وكانت متواجدة على الساحة، بالإضافة إلى أنها اعتمدت على طبيعة التدين اللي فيها المجتمع، اللي كان ليها في هذا المجتمع ركيزة أساسية، يعني لم تبدأ من فراغ. أما إذا نظرنا إلى الجانب الآخر وجانب الشباب، فأنا لم تتح لهم بالفعل فرصة كاملة في تأسيس ائتلافات سياسية وأحزاب سياسية كان من الممكن لو أخذت فرصة زمنية واكتسبوا نوع من التنظيم كان من الممكن أن تكون النتيجة مغيرة. صحيح مش هتبقى مغيرة بنسبة كبيرة، ولكن هتكون مغيرة بنسبة أفضل، وهيكون تمثيلهم تحت قبة البرلمان بنسبة أفضل. أود لو نعود مرة أخرى لجمعة الغد، جمعة الكرامة، من يعتصم الآن في ميدان التحرير يعتصم لأنه يريد تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وأنه ضد حكم العسكر، ولكن لماذا أتى تسمية الغد من وجهة نظرك جمعة الكرامة؟ يعني أنا شايف أن طبعا من الكل اللي نزل في ميدان التحرير وكل المجتمع غير راغب في أن يكون هناك حكما عسكريا للمجتمع، وعلى الجانب الآخر فالمؤسسة الوطنية العسكرية غير راغبة في الاستمرار في هذا الحكم، كانت هي الضمانة اللي هي من الممكن أنها تحافظ على الثورة وتحافظ على أرواح الشباب، فكان لابد من أنها تتواجد لفترة مؤقتة. أعتقد أن التأكيدات الصادرة من المؤسسة العسكرية بأنها ستسلم السلطة بالفعل في 30 يونيو المقبل، أعتقد أنها ستكون صادقة وستسلم هذه السلطة بالفعل إلى الشعب. بعض من يحشد للجمعة اللي هي الغد تحت اسم الكرامة هو يرى أنه طالما لم تحقق الثورة كافة أهدافها، وطالما لم يتسلم السلطة المدنية مسألة الحكم بشكل كامل، أعتقد أنه قد تمثل نوع من خدش كرامته، وبالتالي فمطالبته بسرعة تسليم السلطة هو نوع من استرداد هذه الكرامة، علما بأن هناك قرارا أصدره القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المشير طنطاوي بتسليم السلطة الرقابية والتشريعية إلى مجلس الشعب في ليلة انعقاده وبدء دورته البرلمانية. طيب من هنا إلى أين تريد أن نذهب في هذه العناوين الموجودة؟ يعني أعتقد أن احنا لابد أن نشير إلى ما جرى في بورصة الأوراق المالية اليوم التي شهدت صعودا كبيرا. البورصة حققت ارتفاعا يمكن أن نطلق عليه ارتفاعا تاريخيا، لأنها حققت أرباح وصلت إلى 16.4 مليار جنيه. هل هذه هي النسبة الأعلى منذ الثورة؟ هذه هي النسبة الأعلى منذ عامين، يعني مؤشر الأسهم ارتفع بنسبة سجل نسبة غير مسبوقة منذ عام. إيه هي الأسباب؟ عامين. طبعا نعلم أن البورصة هي مرآة الاقتصاد ومرآة الشارع هو لأن المستثمرين و المتعاملين مع البورصة قد اطمأنوا تماما أن ما جرى يوم الجمعة يوم الأربعاء اللي هو أمس في الاحتفال بثورة 25 يناير كان قد كده شيء حضاري، ولم يكن هناك نوع من التخريب أو نوع من إثارة المشاكل. احنا طبعا نعلم أو على يقين بأن رأس المال يعني رأس المال يتخوف من أي منطقة قد تثير هناك بها قلاقل، خصوصا أنه قبل 25 قبل الذكرى الأولى على 25 يناير كان هناك تخوفات
فظيعة في الشارع المصري من هذا اليوم. كان هناك قلق، حسابات كثيرة جدا كان يجتاح كل بيت من أنه قد تكون مقدمة إلى نتائج يعني نتمنى ألا تجرى وألا تحدث إن شاء الله. والحمد لله مر اليوم بسلام، وأثبت فعلا الناس اللي نزلت في ميدان التحرير، وأثبت الشعب المصري أنه بالفعل شعب متحضر يعبر يجيد التعبير عن احتجاجه وعن رفضه لأشياء كثيرة بنوع من التحضر ونوع من السلم. وبالفعل يمكن أن نؤكد أنه مظاهرات الأمس كانت بالفعل سلمية سلمية، وهي الشعارات التي رفعها الثوار ورفعها الشعب المصري في ثورته يوم 25 يناير من عام 2011. نذهب إلى هذا العنوان دون الخوض في الكثير من التفاصيل. الحكومة تتقدم بطلبات للحصول على الأموال المهربة عقب الأحكام القضائية، يعني أعتقد أن المشاهد والمواطن سئموا هذا العنوان بالتحديد و يعني شبيهات هو النهارده كان الحكومة هتجيب الأموال، أنه البلاد التانية وافقت أنها تبعت الأموال يعني لا. هو النهارده كان كمال الجنزوري عامل اجتماع مع المجموعة الاقتصادية، وخرجت التصريحات من خلال هذا الاجتماع بتؤكد أن الحكومة بتتابع فعلا الأموال التجارة تهربها للخارج وأنها بترصدها. بس لازم أن احنا نعرف كلنا أن مسألة الاسترداد ما هياش مسألة سهلة وبسيطة كما يظن البعض، أنك أنت تبعتي فاكس مثلا لحكومة سويسرا بعتولنا الفلوس اللي عندكم فتقوم بعتها يعني. لا، هناك إجراءات قضائية وإجراءات قانونية و إجراءات بتتعلق بالقانون الدولي وبتنظم عملية استرداد هذه الأموال بالفعل. نعم، نذهب إلى مقالة غدا، إخوان نواب ولكن ليسوا ملائكة. ملائكة أنا طبعا برصد ما جرى في الجلسة الأولى في مجلس الشعب، وهو إن بالفعل كان هناك طبعا في جزئية إيجابية تتعلق بجماعة الإخوان أو نواب الإخوان في البرلمان، وهو أنهم كان فيها نوع من التوافق على فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب الرئيس والوكيلين، وهم بيمثلوا ثلاث أحزاب بالفعل. إنما لما جينا على انتخابات اللجان النوعية البرلمانية 19 لجنة، فكانت هناك ما يمكن أن يثير تخوف البعض من أن ذات السياسات التي كانت سياسات مغالبة على اعتبار أن الإخوان يعني لديهم الأغلبية النسبية داخل مجلس الشعب ففرضوا كلمتهم، وبالتالي فقد انسحبت مختلف الأحزاب عن الخوض الانتخابات اللجان. صحيح ما لا في اللائحة ولا في الممارسة السياسية ولا في قوانين ما يمنع الإخوان من أنهم يستحوذوا على كل المقاعد القيادية تحت قبة البرلمان، لكن إحنا بنمر بظروف استثنائية تستوجب ضرورة التوافق حتى بما فيهم للإخوان نفسهم، لأن الإخوان كان خطابهم الإعلامي في الفترات التي سبقت الانتخابات أن مشاركتهم ستكون مشاركة وليست مغالبة، وأن هناك ستختفي مسألة الإقصاء، أقصاء الغير وإبعاده هتختفي من سياستهم. ولكن هل نستطيع نحكم عليهم من جلستين فقط؟ لا، هي مش مسألة حكم جلستين. أنا قلت حتى لا يكتسب البرلمان لقب برلمان أول الأصيدة. نعم. إنما إحنا بنقول إن الناس منتظرة من البرلمان بالفعل هي ما يمكن صحيح. أن نسميه مواصلة تحقيق أهداف الثورة. نعم. وليس من الحالة الوحيدة اللي هيسمح بها المواطن عملية الإقصاء فيها هي إقصاء الأسباب التي دفعت الشعب المصري إلى الثورة يوم 25 يناير. نعم، أشكرك أستاذ عبد العظيم درويش مدير تحرير صحيفة الأهرام، أشكرك جزيل الشكر.